اهلا بيكم حبايبي طلبات الصف الاول الاعدادي. النهارده هناخد مع بعضنا ليسون 3 في يونت 1 اللي هو ايه اتوميك ستراكتشر اوف ماتر. يعني ايه اتوميك ستراكتشر اوف ماتر؟ يعني التركيب الذري للماده. اول حاجه هناخدها مع بعضنا حاجه اسمها وات از ستراكتشر اوف اتوم. ايه تركيب الاتوم؟ احنا طبعا عارفين ان المادة بتتركب من المطر، بتتركب من حاجة اسمها مولكيولز، والمولكيول بتتكون من حاجة اصغر اسمها اتوم. خلاص تاني مع بعضين، يبقى المطر دي اللي هي anything that has a mass and a volume. المطر دي ممكن تكون solid liquid gaseous. هذه المادة تتكون من وحدات صغيرة جدا جدا، ممكن توجد على حالة انفراد، ودي خدناها قبل كده. الملكيون ذات كان اكزيست ان فريلي، كان اكزيست فريلي عند هذا سيمبل بارتس اوف ذا ماتر. وجدوا بقى ان الملكيون ده بيتكون من حاجه اصغر يا اولاد اسمها ايه؟ اسمها اتوم. كيمستس يوز سيمبل تو اكسبريس اليمنت ايزلي. يعني هنا علماء الكيمياء استخدموا بعض الرموز علشان نعبر عن العناصر بسهوله، ودي هنشوفها بعد شويه. من خلال الشرح البسيط بتاعنا نقدر ندرك ايه تعريف الاتوم. يعني ايه اتوم؟ احنا اتفقنا ان المطر بتتكون من مولكيول، والمولكيول بتتكون من اتوم. يبقى الاتوم دي اصغر حاجة، ما ينفعش تتجزأ الى حاجات اصغر منها. يبقى الاتوم it is a fundamental building unit of matter، الوحدة الاساسية لتكوين المادة. تاني fundamental building unit of matter أو it is the smallest individual unit، أصغر وحدة لا يمكن أن هي تنقسم. ها matter which can share in chemical reaction. يبقى الوحدة البنائية لتكوين المادة أو أصغر وحدة يمكن أن تشترك في التفاعلات يا أولاد الكيميائية. ده تعريف إيه؟ تعريف الاتوم. صفحة 66 هنا بقى دي حاجة جميلة جدا اللي هي ايه يا ولاد؟ chemical symbols of some element، يعني الرموز الكيميائية لبعض العناصر. اشمعنى العناصر دي اكتر العناصر المتداولة هنستخدمها؟ طب يا مستر في تاني؟ في كتير، عدد العناصر 118، بس اللي عليك اللي هم مقررين في المنهج اللي قدام حضرتك لازم تعرف الرموز بتاعتهم. طب لازم يا مستر نحفظها؟ لان ممكن يجي لحضرتك في الامتحان symbol of sulfur is، symbol of chlorine is، symbol يعني الرمز، فانت لازم تحفظ الرموز، والرموز انا هعلمها لك دلوقتي. الهيدروجين H، خلي بالك H capital. اي رمز يا حلوين، اي رمز لازم يبدأ بيه يا ولاد، لازم يبدأ بحرف كابتل. لو كان الرمز ده عبارة عن حرفين بيبقى حرف كابتل والتاني بيبقى ايه يا ولاد؟ والتاني بيبقى سمول. طيب يبقى ده اتش نيتروجين. نشوف عمود عمود. بوتاسيوم اكسجين او، برومين بي ار، الامونيوم اي ال. لاحظ اي كابتل ال سمول، ليد بي كابتل بسمول، كلورين سي ال، كربون سي، كبر سي يو، صوديوم ان اي، جولد اي يو، سلفر اس، هيليوم اتش اي، كالسيوم سي اي، فلورين اف، سيلفر اي جي، سيليكون اس اي، بورون بي، ارجون اي ار، نيتروجين ان، زنك زت ان، مغنيسيوم ام جي، ميركوري اتش جي، بريليوم بي اي، ليثيوم ال اي، ايرن اف اي، نيون ان اي، ايودين اي، فوسفرس بي، كلورين سي ار. في ملاحظات سريعه اقولها لحضراتكم. اول حاجه ان رمز العنصر ممكن يكون حرف واحد او حرفين. لو حرف واحد يبقى كابتل، لو حرفين يبقى الحرف الاول كابتل والحرف التاني سمول. حلو الكلام. طيب نلاحظ مثلا ان في بعض العناصر تبدأ بحرف زي مثلا ايه؟ هيدروجين وهيليوم.
يبدأ بال H، فعشان يميز بينهم خد الحرف الأول، والعنصر التاني خد له حرفين H E. في حاجة كمان، معظم العناصر مثلا ايه، هيدروجين H، كلورين Cl، هيليوم H E، أرجون AR. الله، ألاقي مثلا في الصوديوم إن ايه ملهاش علاقة بال S وال O. ليه؟ لأن الحروف اللي أنا بتكلم عنها دلوقتي مش حروف إنجلش، هي حروف مشتقة من اللغة اللاتينية. اشمعنى اللاتينية؟ لأن حروفها كتير، أما الحروف الإنجليش عددها إيه؟ محدود. فمثلا الصوديوم باللاتيني، نشوف مع بعض الجزئية دي كده. الصوديوم مثلا باللغة اللاتينية ناتريوم، فتلاقي إن إيه؟ طبعا اللي فات اللي أنا عديله ده أنا شرحته يا ولاد، وجزء سهل ما تقلقش منه. مثلا البوتاسيوم، واحد يقول البوتاسيوم يبدأ بالبي، لا، البوتاسيوم معناه كاليوم، فاختار الكي. الايرن بيبدأ بالاي، بس هو رمزه في اي، ليه؟ فيرم، اوكي، باللاتيني. الكبر، كبرم، كبريوم، انا اسف يا ولاد، سي يو. السيلفر، أجنتم، اي جي. فاهمين يا ولاد؟ اوكي، يبقى هذه الرموز هي رموز لكلمات تبدا باللغه ايه؟ اللاتينيه وليست الانجليزيه. ما ترتبكش بالكلام ده، بس انا حبيت اقوله لحضرتك وحضرتك عشان نعرف ان الرموز مش مرتبطه بالحروف الاولى باللغه الانجليزيه، لازم كل حاجه نحفظها بالترتيب وبالتسلسل. اوكي، طيب دي كانت صفحة 66، ندخل على صفحة كام؟ 67. في الصفحة دي يا ولاد هناخد ايه؟ هندرس زي ما حضراتكم شايفين اتوميك كونستراكشن، تركيب الذرة او التركيب الذري. اتوميك كونستراكشن، يا ترى الذرة دي بتتكون منين؟ قال لك الذرة دي بتتكون من حاجتين، حاجة كده مدورة في النص اسمها نيوكليوس، نواة هي سموها كده. الكترونز، جسيمات صغيرة جدا ريفولف اراوند ذا نيوكليوس. تاني مع بعض، مما تتركب الذرة يا مصر؟ تتركب من جزئين رئيسيين. نمرة واحد نيوكليوس، اتنين الكترونز. ممكن نقول لك كومبليت اني اتوم كونسيست اوف نوت اند نوت، يبقى نيوكليوس والكترونز. نمسك حاجة حاجة، أول حاجة إيه؟ النيوكليوس. أين تقع؟ لوكيشن. اللوكيشن بتقع في النص، المركز الرئيسي للذرة. إيه؟ It is the central core of the atom. مركز رئيسي، ها؟ فين في الذرة؟ اللي في النص دي كده اسمها يا ولاد؟ اسمها أتوم. اسمها إيه؟ آسف، أنا آسف، اسمها النيوكليوس. اسمها يا ولاد نيوكليوس. يبقى الذرة بتتكون من حاجة في النص كده اسمها نواة، ويدور حولها الكترونز. يبقى النيوكليوس أين تقع؟ It is the central core of the atom. central ايه؟ core of the atom. طيب اتشارج يعني الشحنة، الشحنة دي صفة بتوصف سواء الالكترونز او البروتونز او النيوكليوس، اوكي، او الاتوم كلها، لما بتتعرض لحاجه اسمها ماجنتيك فيلد، المجال المغناطيسي. كل جسيم او كل حاجه بتتاثر بطريقه معينه، في كل حاجه لها حاجه اسمها ايه؟ اسمها شحنه. فقالوا ان شحنه النواه دي عباره عن بوزيتيفلي تشارج، يعني مش شحنة بشحنة ايه؟ موجبة، يعني هي بتسلك سلوك معين اطلق عليه شحنة موجبة، عشان تبقى فاهم. الالكترون عكس سلوك النواة او البروتونز، فالاتنين عكس بعض، فقالوا ان الالكترون يحمل شحنة ايه؟ سالب. يبقى تشارج يعني ايه؟ شحنة. شحنة مين؟ النواة. مالها شحنة؟ بوزيتيفلي تشارج، شحنة ايه؟ موجبة. طب ليه هي شحنة موجبة؟
احنا عرفنا طبعا النوايا دي يا ولاد فيها نوعين من الجسيمات، فيها جسيم اسمه بروتونز يعمل شحنة موجبة، وجسيم تاني لو هو موجب ولا هو سالب يعمل شحنة متعادلة اسمه نيوترال تشارج. فأصبحت النواة فيها جسيمات موجبة جسيمات متعادلة، المتعادلة دي اللي هي أنتشارجد غير مشحونة، فأصبحت النواة كلها أكنها موجبة الشحنة. فلما أقول لك النواة شحنتها إيه نقول له بوزيتيف تشارج. طب ليه يا مستر؟ because it contains لأنها تحتوي على بروتونز اللي هي بوزيتيفلي تشارجد بارتيكل، أو ممكن نقول له بوزيتيف بروتونز. طب والنيوترونز اللي هي الكتريكالي نيوترال متعادلة كهربيا، ممكن نقول له نيوترال نيوترونز مرة تاني. النواة اللي موجودة في مركز الذرة تعمل شحنة ايه؟ بوزيتيفلي تشارج او بوزيتيف تشارج. طب ليه يا مستر؟ because it contains لانها تحتوي على، انا ركز بقى معايا بدل الكلام ده كله، because it contains positive protons and neutral neutrons تحتوي على شحنات موجبه، تحتوي على شحنات تحتوي على بروتونات موجبه، تحتوي على نيترونات متعادله اللي بيسموها uncharged. تحب اقول تاني اخر مره، النواه دي موجوده فين؟ في مركز الذره اهي. طب النواه دي يا مستر شحنتها ايه؟ سلوكها ايه؟ قالك شحنتها موجبه. طب الشحنه الموجبه دي ليه؟ قالك عشان بتحتوي على بروتونات موجبه نيترونات متعادله، ما المتعادل ده كانه أنتشارج غير مشحون، فاصبحت النواه كلها موجبه الشحنه بالانجليزي because it contains positive protons and neutral neutrons. فاهمين؟ اكيد فاهمين. خلاص طيب، يا ترى الماس، ماس مين يا مستر؟ الماس بتاع النواة يا ترى كتيرة ولا قليلة؟ قالك كتلة الذرة كلها تتركز في النواة اللي فيها البروتونز والنيوترونز. طب ليه يا مصر؟ عشان حواليها حاجة اسمها الكترونز، والالكترونز دي كتلتها تافهة جدا جدا جدا، كتلتها ضئيلة، بيسموها نيجليجابل ماس، كتلة مهملة. فأصبحت كتلة الذرة كلها تتركز في النواة لأن الالكترونات اللي حواليها ملهاش لازمة. حلو كلام؟ حلو الكلام. يبقى يا ولاد the mass of atom كتلة الذرة is concentrated تتركز in the nucleus. تاني كتلة الذرة تتركز فين يا ولاد؟ تتركز في النواة. ليه يا مستر؟ ها قول. أتمنى تكون الإضاءة واضحة يا ولاد والصورة واضحة. نكمل. because electrons has negligible mass لأن الإلكترونات لها كتلة مهملة ريلاتيف بالنسبة لكتلة البروتونز والنيوترونز. البروتون والنيوترونز فين؟ في النواة. طب واللي حواليها مين؟ إلكترون. الإلكترون دي كتلتها إيه؟ مهملة بالنسبة لدي ودي، فأصبحت كتلة الذرة كلها concentrated تتركز in the nucleus. آخر مرة because the electron لأن الإلكترون has negligible mass relative له كتلة مهملة مقارنة أو بالنسبة إلى البروتونز والنيترونز. حلو الكلام؟ حلو الكلام. أنت فاهم؟ أنت فاهم. أنت شاطر؟ أنت شاطر. أنت ذكية؟ أنت ذكية. أوعى حد يخاف. طب ندخل على مين؟ الإلكترونز. ادي الالكترونز اللي بتلف حوالين ايه؟ النواة. طيب يبقى اللوكيشن بتاعها مكانها the orbit او revolve around the nucleus تدور حول النواة at very high speed. عارفين عامله زي ايه؟ زي الارمز اوف ذا فان، ازرع المروحة. دور كده المروحة اللي عندك وراقب الازرع بتاعتها وهي بتلف بسرعة مش هتعرف تميزها. نفس الكلام حركة الالكترونز at very high speed. طب الالكترون دي موجودة فين؟ حوالين النواة. طيب يبقى دي مكانها اتشارج.
بتتأثر إذا عرضت لمجال مغناطيسي بطريقة معينة عكس البروتون، فقالوا إن شحنات هتبقى شحنة إيه؟ سالبة. يبقى زي آر نيجاتيفلي تشارج، كلمة نيجاتيف تشارج شحنة سالبة، تعبر كلمة شحنة سالبة تعبر عن سلوك الإلكترونز إذا تعرض لحاجة اسمها مجال مغناطيسي، والكلام ده هناخده لما نكبر شوية في فيزياء السنة وإن شاء الله، أوكي؟ يبقى زي آر نيجاتيفلي تشارج بارتيكل، جسيمات تعمل شحنة سالبة. And their number is equal to the number of positive protons in the A in the neutral atom. يعني يا مستر ركز معايا، يعني دي النواه الموجبه، لو فيها يا دكتور 11 بروتون يبقى هنا بيلف حوالين النواه 11 الكترون. طبعا بيلفوا بطريقه معينه هناخدها كمان شويه. المدار ده بيشيل 2 وده بيشيل 8 وده بيشيل 1، ليه هنعرفها بعدين ما تقلقش، بس مش كلهم في مدار واحد، لكن المهم ان عددهم بيساوي عدد البروتونات الموجبه. خلاص تاني مع بعض، يبقى الالكترونات دي جسيمات صغيره ريفولف اراوند ذا نيوكليس ات فيري هاي سبيد، بسرعه كبيره جدا. ولازم حضرتك تعرف، لازم حضرتك تعرفي ان النمبر اوف بوزيتيف بروتون ايكوال ذا نمبر اوف نيجاتيف الكترون، عدد البروتونات الموجبه اللي في النواه بتساوي عدد الالكترونات السالبه حوالين ايه؟ النواه. طب اللي جاي دي تافهه جدا، اللي هي مين؟ الماس. الماس بتاعت مين؟ بتاع الالكترونات. طب ما احنا لسه واخدينها هنا، لما انا كتله الذره تتركز في النواه عشان كتله الالكترونات نيجليجبل ماس، يبقى لما نيجي نتكلم عن كتله الالكترونز هنقول له ايه؟ ذا الكترونز هاز نيجليجبل ماس ريلاتيف تو ذات اوف ذا بروتونز اند نيوترونز. هي هي البروتونز. سهله ولا صعبه؟ سهله. اللي بعده صفحه 68. يلا بص في السؤال ده ركز فيه، هسيبك دقيقه ركز فيه وانا واثق ان انت هتفهمه لوحدك، وانا بص دقيقه اشرحه لك وهترجمه لك، بس انت تعلم ان انت تترجم لوحدك. ركز. فهمنا السؤال. ذاتهم از الكتريكال نيوترال، يعني ايه؟ الذره متعادله كهربائيا ان اتس اوردينري ستيت، في حالتها الطبيعيه. ليه؟ بيكوز ذا نمبر اوف نيجاتيف الكترون على الالكترونات السالبه وش ريفولف اراوند ذا نيوكليس اللي بتلف حوالين النواه ايكوال ذا نمبر اوف بوزيتيف بروتونز ان ذا نيوكليس. خلاص يبقى النمبر اوف بوزيتيف بروتون ايكوال نمبر اوف نيجاتيف الكترون، لو جوه 11 بروتون بره 11 الكترون، جوه بروتون بره الكترون، جوه 12 بروتون بره 12 الكترون، وهكذا. حلو الكلام؟ طب نخلي بالنا بقى من المعلومات اللي جايه دي عشان مهمه جدا. بص يا دكتور، هنفترض ان انا عندي كده نواه فيها 11 بروتون، فيها مثلا 12 نيوترونز. خلاص نكبر شوية ولا شايف؟ نكبرها شوية تاني. ادي النواة دي فيها ايه؟ 11 بروتون
واتناشر نيوترونز. قال لك البروتونات الموجبة دي هنسميها اتوميك نمبر. اتوميك ايه؟ نمبر. طيب ومجموع الاتنين على بعض هنسميهم ماس نمبر. ماس ايه؟ نمبر. حلو كلام. يبقى ده مصطلح لازم تفهمه. اتوميك نمبر العدد الذري. ليه سموه العدد الذري؟ هو اللي بيوضح خصائص الذره. اذا كانت الذره دي ميتال نون ميتال، بتفقد بتكتسب، لها بريق، بتوصل كهرباء، الخصائص بتاعتها. طب ودي سموا الاتنين دي ماس نمبر ليه؟ لان كتله الذره كلها بتتركز في النواه، فسموها العدد الكتلي بالعربي او ماس نمبر. حلو كلام. تاني مع بعض. يبقى لو انت عندك نواه فيها بوزيتيف بروتون نيوترون نيترون، مجموع الاتنين ماس نمبر. طب البروتون بس اتوميك نمبر. طب لما احب اجيب عدد نيترون، لا قانون بقى، يبقى النمبر اوف نيوترون هتساوي ايه بقى؟ ها ما احنا اتفقنا ان مجموع الاتنين ماس نمبر، وده بس الاتوميك نمبر. يبقى النيترونات بتساوي الماس نمبر ناقص اتوميك نمبر. فاهمين؟ تاني، يبقى النمبر اوف نيترون هيساوي ايه؟ الماس نمبر ناقص اتوميك نمبر. نطر على الاتوميك من الماس، لان الماس بيساوي مجموع الاتنين، اما البروتونز بس اتوميك ايه؟ اتوميك نمبر. حلو الكلام؟ حلو الكلام. طيب زي المثال ده اللي عندك، الماس نمبر والاتوميك ايه؟ نمبر. قال لك الاتوميك نمبر بيتكتب اسفل يسار رمز العنصر، اسفل يسار رمز العنصر. طب والماس نمبر بيتكتب اعلى يسار رمز العنصر. لازم نفهم دي. يبقى لما يكون عندي اي عنصر زي ما مرسوم قدام حضرتك كده، راح جاب الالومنيوم ال 13 27، 13 دي اللي هي مين؟ جدع، اتوميك نمبر. اللي هي مين كمان؟ نمبر وبروتون. اللي هي مين كمان؟ نمبر وفي الكترون. يبقى انا عندي الرقم ده يعبر عن ثلاث حاجات، يعبر عن الاتوميك نمبر، ويعبر عن النمبر اوف بروتونز، ويعبر عن النمبر اوف الكترونز. ليه؟ لان الثلاثه الاتوميك نمبر هو النمبر وبروتون، هو النمبر وفي الالكترون، لان البروتون بتساوي الالكترون لما هو الذره متعادله كهربائيا. طب يا مستر وال27 دي تعبر عن ايه؟ تعبر عن الماس نمبر. هنا بختصر نمبر بالان بس، عادي ممكن نكتبها نمبر كلها. حلو الكلام. طب يلا مع بعضين، ادي الذره زي ذره الالومنيوم ايه ال 13 27. ال 13 دي بتمثل ايه؟ اتوميك نمبر، اللي هو ايه؟ ات از نمبر اوف بروتون ان ذا نيوكليس. مره كمان، ادي النواه الموجبه فيها 13 بروتون، فيها 14 نيوترون. ال 13 دي اللي هي عدد البروتونات اللي هي الاتوميك ايه؟ نمبر. طب والاثنين الماس ايه؟ نمبر. يبقى ايه هو الاتوميك نمبر؟ النمبر وبروتون. ايه هو الماس نمبر؟ النمبر وبروتونز اند نيوترونز. وده اللي قاله هنا اهو، اعرف كده الاتوميك نمبر ات از نمبر اوف بروتونز ان ذا نيوكليس. طب والماس نمبر ات از سم، مجموع النمبر اوف بروتونز اند نيوترونز ان ذا نيوكليس اوف ذا اتوم. يبقى ده عدد ايه؟ اتوميك نمبر. وده مين؟ ماس نمبر. ده مين ده؟ الاتوميك نمبر اللي هو مين؟ اللي هو النمبر اوف بروتونز. طب وده اللي هو النمبر اوف بروتونز اند نيترونز. 13 14 27 13 بس ايه؟ الاتوميك نمبر. حلو الكلام. ممكن يجي لحضرتك وات از مين تو باي، ما معنى ان؟ لما يقول لي ما معنى ان، يبقى عايزني ايه؟ اعرف واحط الرقم. ما معنى ان ذا اتوميك نمبر اوف كالسيوم اتوم ايكوال 20؟ اهو الكالسيوم الاتوميك نمبر في كام؟
20. الله الاتوميك نمبر اللي هو النمبر اوف بروتون، يبقى ذيس مينز ذات ذا نمبر اوف بروتونز انسايد ذا نيوكليس ايكوال تو 20. بعرف احط الرقم ذا مينز ذات ذا نمبر اوف بروتون ان ذا نيوكليس اوف كالسيوم اتوم ايكوال 20. طب ما معنى ان الماس نمبر بتاع الكالسيوم 40؟ الماس نمبر ده اللي هو ايه؟ النمبر اوف بروتونز اند نيوترونز ان ذا نيوكليس ايكوال 40. يبقى مجموع البروتونات والنيترونات كام؟ 40. يبقى لما يقول لي واتس مين تو باي كانه عايز التعريف ونحط رقم في الاخر. خلاص؟ انا طبعا قال هنستنتج من الكلام ده الاتوميك نمبر اللي هو النمبر اوف بروتون او النمبر اوف الكترون، لان الاثنين هيبقوا بعض. الكلام ده انا شرحته فوق. الماس نمبر مجموع البروتون ومجموع النيترون. لما اجي اجيب النمبر اوف نيترون يبقى الماس نمبر ناقص الاتوميك نمبر. اوكي؟ طيب قبل ما نعرف الجيف ريزون في ملاحظه مهمه عايز اقولها لحضرتك، ركز معايا. ايه رايك مثلا في ذره الهيدروجين اتش وان وان؟ هي كده، ربنا خلاها كده. طيب فين الاتوميك نمبر؟ واحد. طب فين الماس نمبر؟ واحد. الله، ده الاتنين قد بعض يا مصر. ليه تفتكر ليه؟ علشان دي الذره الوحيده في الدنيا اللي ما فيهاش نيوترونز. يعني مثلا لما اجي ارسمها النواه فيها كام؟ واحد بروتون. طب فيها كام نيترون؟ مفيش. اطرح الاثنين من بعض يطلع زيرو. وفيها كام؟ فيها الكترون واحد بس. خلاص، يبقى دي الذره الوحيده اللي فيها الاتوميك نمبر يساوي الماس ايه؟ نمبر. ليه؟ لان دي الذره الوحيده اللي ما فيهاش نيترون. There is no neutrons inside the nucleus. حلو الكلام؟ طب ركز معايا في اللي جاي ده. C6 12 ده الكربون، النمبر اوف بروتونز 6، النمبر اوف نيترونز اطرح اطلع 6، يبقى هنا النمبر اوف بروتون قد النمبر اوف نيترونز. طب دي يا مصر ايه اللي 13؟ 27. ها؟ النمبر اوف بروتونز 13، النمبر اوف نيترونز 14. يعني عايز يقول لي احيانا النمبر اوف بروتون ايكوال النمبر اوف نيترون، واحيانا النمبر اوف بروتون ليزان ذا نمبر اوف نيترون. حلو الكلام؟ بس في ملاحظه مهمه، دايما العدد الكتلي اكبر من العدد الذري، صح؟ لازما 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 ما عدا الهيدروجين، لازما الماس نمبر اولويز مور ذان ذا اتوميك نمبر. ليه؟ لان الماس نمبر عباره عن النمبر اوف بروتونز اند نيترونز، اما الاتوميك نمبر النمبر اوف بروتون اونلي فقط. يبقى لما يكون ده عدد البروتونات بس وده عدد البروتونات والنيترونات، يبقى لازم ده اكبر من ده. وده جيف ريزون اللي هنشوفه دلوقتي مع بعضينا. ها، قول يا دكتور، قول يا دكتوره. يلا يا حبيب قلبي. The mass number is always larger than the atomic number. دايما العدد الكتلي أكبر من العدد الذري. ليه؟ لأن العدد الكتلي ده مجموع البروتونز والنيترونز، لكن الأتوميك نمبر البروتون أونلي. الإجابة because the mass number equal the sum مجموع نمبر أوف بروتونز أند نيترونز إن ذا نيوكليس. But the atomic number ولكن العدد الذري equal the number of بروتون أونلي. فاهمين ولا اشرح تاني؟ تاني بص، مثال مثلا سي اي ده مين؟ كالسيوم. 20 40 من الاكبر الماس نمبر. ليه؟ لان الماس نمبر ده عباره عن النمبر اوف بروتونز زائد النيترونز مجموع الاثنين. اما البروتونز بس اللي هو مين؟ الاتوميك نمبر. يبقى من الاكبر ماس نمبر اكبر من، غالبا اكبر منين؟ اتوميك نمبر. ليه؟ بيكوز ذا ماس نمبر از ذا سام اوف بروتون اند نيترونز، بات ذا اتوميك نمبر از ذا سام اوف بروتون اونلي. فاهم يا دكتور؟ فاهم يا دكتوره؟ يلا ربنا معاكم، محدش شايل. ميد ساينس ماده جميله وانتم شاطرين وزي العسل. عايز يبقى ليك مستقبل، لازم تكون حابب ماده ساينس وذاكرها كتير. ما ننساش النصائح اللي بنقولها دايما، مذاكرتك بتساوي ايه؟ مستقبلك. ذاكر كويس هيبقى لك مستقبل رائع وجميل.
مش هتذاكر انت حر تظبطي وحاجه ترجع لك، بس انت لازم تذاكر، لازم تكافح، لازم يكون عندك اراده ان انت تبقى شخص مميز في المجتمع. اوكي اوكي يلا مع بعضين، اكيد زهقتوا مني صح، بس انا ما زهقتش منكم بقى عشان انتوا عيال زي العسل. ناخد مثلا اكزامبل كده، خلاص انا طبعا درس طويل شويه، فانا يعني قربت اخلص الفيديو ده. ناخد بعض البروبلمز البسيطه على الاتوميك نمبر والماس نمبر، وبعد كده نكمله الحصه اللي جايه ان شاء الله. هنا كويتشنز بيقول رايز ذا سيمبل، اكتب رموز العناصر التاليه. الكلام ده تافه جدا. الصوديوم ان ايه، البوتاسيوم كي، ما انت هتحفظ. كلورين سي ال، سي ال اللي هنا سايلنت يا ولاد. النيتروجين ان، الكالسيوم سي اي، الالومنيوم اي ال. فاهمين؟ دي الرموز. ده سؤال كده بيجيبوا المعاصر من الاخر عشان يشوف تركيزنا عامل ازاي. هنا كل اللي انا شرحته موجود في المربع ده. النيوكلاس اوف هيدروجين، نواة ذرة الهيدروجين، doesn't contain neutrons. ساعة ما قلت لحضرتك عبارة عن بروتون واحد بيلف حولها الكترون واحد، دي الذرة الوحيدة اللي ربنا خلقها في الكون ما فيهاش نيوترونز. So the atomic number equals the mass number. لما باجي اكتب رمزها اكتب H11، يبقى الاتوميك نمبر هي هي الماس نمبر، ما فيهاش نيوترون. نمبر اوف نيوترونز مي بي ايكوال، ممكن النمبر اوف نيوترون يساوي النمبر اوف بروتون زي دي 6، ولما نطرح الاثنين ببعض يطلع 6، يبقى النمبر اوف بروتون ايكوال ذا نمبر اوف نيوترون. خلاص. طيب لا، اما النمبر اوف بروتون ايكوال ذا نمبر اوف نيوترون او مور ذان ذا نمبر اوف بروتون، زي مين؟ ان 11 ده نمبر اوف بروتون 11، طب النمبر اوف نيوترون 12، يبقى هنا النيترون اكبر. يبقى يا اولاد لما عدد البروتونات تساوي النيترونات، لما النيترونات اكبر من البروتونز. طيب هنا بيقول زي وات هابن اف ذا نمبر اوف بروتون تشينج، لو النمبر اوف بروتون اللي جوه ده اتغير ايه اللي هيحصل؟ يبقى ذا فاليو اوف بوزيتيف تشارج، يعني قيمه الشحنه الموجبه اتغير تشينج. طب وايه كمان؟ ذا فاليو اوف اتوميك نمبر، مش النمبر اوف بروتون هو هو الاتوميك نمبر، يبقى قيمه الاتوميك نمبر والماس نمبر تشينج. لان انا بجمع البروتون والنيترون يطلع ايه؟ الماس نمبر. تاني مع بعض، يحصل ايه لو النمبر اوف بروتون اتغير؟ الاتوميك نمبر يتغير والماس نمبر يتغير. صح ولا مش صح؟ صح. يقول لك سو ذا اليمنت، لذلك الاليمنت تشينج انتو انذر اليمنت، العنصر يتحول الى عنصر اخر. نقول تاني عشان السؤال ده جميل، يحصل ايه يا مستر لو النمبر اوف بروتونز مثلا 11 بروتون، هنتخيل ان ده 11 بروتون ودي 12 نيوترون، لو النمبر ده اتغير الاتوميك نمبر يتغير، وطالما الاتوميك نمبر اتغير لما اجمع الاثنين اللي هو الماس نمبر هيتغير، يبقى العنصر هيتحول لعنصر جديد خالص. وصلت؟ اخر مره، نمبر اوف بروتون تشينج، ها ذا فاليو، قيمه البوزيتيف تشارج تشينج، ذا فاليو اوف اتوميك نمبر اند ماس نمبر تشينج، ذا اليمنت تشينج انتو انذر اليمنت. هنا يا اولاد بعض البروبلمز السهلة جدا، بيقول لحضرتك ايه؟ if the nucleus، النيوكلاس of oxygen، هنتخيل ان دي نواة ذرة الاكسجين، consists of 8 بروتون، فيها 8 بروتون، and 8 نيترون، فيها 8 نيترون، تمام، find the atomic number، يبقى 8، and the mass number، هنجمع الاثنين يبقى 16، and how the symbol، ازاي رمز الاكسجين بيتكتب؟ يبقى دي نواه ذره ايه؟ اكسجين، فيها 8 بروتون و8 نيترون، يبقى 8 بروتون يبقى الاتوميك نمبر 8، طب والماس نمبر؟ مجموع الاثنين، طب اكتبها ازاي؟ الاكسجين رمزه اهو احنا حافظينه، طب بنكتب هنا مين؟ اتوميك نمبر، ومجموع الاثنين ماس نمبر، يبقى ده اتوميك نمبر اللي هو نمبر بروتون
المجموع الاتنين اللي هو البروتون والنيترون يديني ايه؟ مصنع. وصلت؟ وصلت. اللي بعده if the nucleus of sodium atom نواة ذرة الصوديوم تحتوي على 11 بروتون، ادي النواة اهي. طب مفيش نواة كبيرة كده يعني، بس احنا بنرسمها للتوضيح فقط. النواة بتاعت الصوديوم 11 بروتون and its mass number، خلي بالك بقى الماس نمبر 23. طب ما الماس نمبر دي اللي هي مجموع البروتونز والنيترونز، لما اجمع الاتنين دول يديني 23، يبقى هنا كام؟ النيترونز 12، 11 و 12 23، انت فاهم؟ اوكي. Find the atomic number 11 and the number of neutrons نطرح 23 اللي هو الماس نمبر ماينس اتوميك نمبر يطلع 12. يبقى الاتوميك نمبر اللي هو نمبر بروتون، طب النمبر اوف نيترون بجيبها بقى بشكل ايه؟ معادله رياضيه، ماس نمبر ناقص الاتوميك نمبر. طب ما الماس نمبر الراجل جايبه 23 ناقص الاتوميك نمبر اللي هو ايه؟ اللي هو النمبر اوف بروتون، يبقى 23 ناقص 11 ب 12. اوكي صفحه 70. The opposite figure الشكل اللي قدام حضرتك ده يمثل نواة ذرة فلورين، هو الراجل اللي قال كده. طبعا فيها 9 بروتونز و 10 نيوترونز. طيب find اوجد النمبر اوف الكترون، النمبر اوف الكترون ايكوال ذا نمبر اوف بروتون، لان الذرة متعادلة، يبقى دي كده ينفع اسميها بروتونز وينفع اسميها نمبر اوف بروتونز ويساويها نمبر اوف الكترونز، يبقى 9. طيب الاتوميك نمبر هو هو النمبر اوف بروتون 9، الماس نمبر مجموع الاثنين 19، سيمبل اوف ذا اتوم رمز الذر طبعا فلورين اف. طب هنا بكتب ايه؟ اتوميك نمبر، وفوق بجمع الاثنين الماس نمبر. اسف يا ولاد، 19 19، انا بعتذر لك انا نسيت، افتكرتها 9 و9، يبقى 9 و10 كام؟ 19، يبقى دي الفلورين اهي. خلاص؟ طبعا ده سؤال بسيط جدا ومتجاوب. بس بسرعه في عجاله سريعه، ده سي 6 12، يبقى الاتوميك نمبر 6. طب الماس نمبر اللي فوق، طب النمبر وبروتون هي 6. الاتوميك نمبر هو الماس نمبر، طب النمبر وفي الكترون بيساووا بعض 6. النمبر اوف نيترون نطرح الاثنين من بعض 6 وهكذا. طب نحل اللي تحت والباقي انت تبقى تحله او هو محلول تحت. في الصوديوم الاتوميك نمبر حل، ها هيبقى 11. طيب الماس نمبر اللي فوق 23 جايبها، النمبر اوف بروتون جايبها 11، النمبر اوف الكترون بيساوي بعض، طب النمبر اوف نيترون بنطرح كله بالشكل ده، اعتقد انه سهل. اخر حاجه عشان اقول لك باي باي، دي مقارنه بين البروتون نيوترون الكترون. البروتون البوزيشن مكانه ذا نيوكليس، النيوترون ذا نيوكليس، الكترونز ريفولف اراوند ذا نيوكليس. المقارنه دي مهمه. طب تشارج الشحنه ده بوزيتيف ده نيوترال ده نيجاتيف، احفظ صم. طب الماس البروتون فيري لارج كبير كومبيرد ويز الكترون، لان قلنا الالكترون ده نيجليجبل، يبقى لما اجي اتكلم عن البروتون فيري لارج ريلاتيف تو الكترونز، هنا نيترون نفس الكلام فيري لارج ريلاتيف ويز الكترونز او كومبيرد ويز الكترونز مقارنه او بالنسبه له. طب الالكترون فيري سمول نيجليجبل ماس. ده الجزء الاولاني يا اولاد من الدرس انتهى. الحقيقه كنت عايز اشرحه كله بس في امثله هياخد وقت طويل، وممكن كل ما الفيديو طول كل ما يكون ممل بالنسبه لكم صعب عليكم، فهنقسم الدرس على حصتين، الفيديو ده والفيديو القادم هكمل لكم يا اولاد الليسن الليسن 3. تمنياتي لكم بكل التوفيق وكل النجاح. اوعى حد يخاف، اوعى حد يقلق، لازم الاولاد يكون عندنا اراده وصبر، لازم نذاكر، احنا مش بنحارب ولا حاجه بس محاربه ذهنيه. صدقوني يا اولاد مش هتحسوا بقيمه الكلام ده الا قدام. لازم انت تذاكر، لازم يكون عندك اراده، مش عايزك تخاف ولا تقلق ولا عايزك تهمل،
ولا عايزك تقعد على بابجي كتير ولا تلعب كتير ولا تدلع كتير. سيبك من اي اصدقاء بيلعبوا ويهزروا ويضيعوا وقت. لازم تجتهد جدا جدا، ذاكر اول باول، ما تخليش حاجات تتراكم عليك. لازم تبقى شخص متميز، المذاكره دي اللي هتخلي ليك قيمه في المجتمع. بجد صدقني انا واثق ان انت شاطر ومتميز وهتبقى ممتاز جدا جدا وليك بوزيشن جميل في المجتمع. ربنا معاك، ولا لقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.